بمناسبة كلامنا عن الوعي بالأمراض النفسية، النهاردة الجمعية المصرية للصحة النفسية عقدت المؤتمر السنوي رقم 21 للجمعية، كان عنوانه الإدمان والانتحار وأيضا الاكتئاب. المؤتمر حضره عدد كبير من أساتذة الطب النفسي والخبراء اللي اتكلموا عن أهم مشاكل المجتمع المصري اللي في الحقيقة بتخلينا نواجه مشاكل وأزمات كبيرة جدا زي الانتحار وغيره. كاميرا 90 دقيقة حضرت المؤتمر، نشوف التقرير ده. نظمت الجمعية المصرية للصحة النفسية مؤتمرها السنوي 21 تحت عنوان الإدمان والاكتئاب والانتحار مشكلة للصحة النفسية وللصحة العامة، برعاية وزيرة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمشاكل الاكتئاب لدى المراهقين والأسباب المؤدية للانتحار والإدمان. احنا نسبة الانتحار لما تقارن ما بين أوروبا هم 10 مرات أكثر مننا، لكن احنا بنتكلم الشعب المصري عندما يظهر هناك أي ظاهرة بيتحرك فورا ليها، وده شيء مهم لأن احنا دلوقتي بقينا بلد مختلفة، بقينا بنتراقب كل الخدمات. أحد عناصر المؤتمر النهاردة بتتكلم على الاكتئاب وبتتكلم على إدمان المواد، ونمرة 3 الانتحار. ليه؟ لأن الثلاثة مرتبطين ببعض. فإذا جهدنا عشان نواجه المشكلة إذا كانت بقت مشكلة هو إن احنا نبحث الأسباب ونعالج. الاكتئاب مرض نفسي خطير، وليس ما الاكتئاب معناه إن أنا حزين أو زعلان، لا، ده مرض نفسي بيزيد يوم عن يوم. تنبع أهمية هذا المؤتمر من أهمية الموضوعات التي يناقشها، فمع ظهور حالات انتحار في المجتمع ولو قليلة بات من الضروري التعامل مع هذه القضية وبشتى الطرق. المواجهة من النوع الأول ألا وهي الوقاية. الوقاية إن احنا يبقى فيه نشر الوعي بحيث يبقى فيه مقدرة إن المجتمع يبقى عنده وعي بالمشكلة وإيه سبل التدخل بتاعها، بحيث إن احنا نمنحها من قبل ما تحصل. تاني اتجاه المستوى التاني هو التدخل المبكر والاكتشاف المبكر، ان احنا كل ما نلقط المشكلة بدري ونقدر نتعامل معها كل ما يبقى نقدر نجيب نتائج كويسة، وبالتالي المشاكل الكبيرة منها تبدأ تقل. التدخل على المستوى التالت ألا هو إعادة التأهيل وإعادة الدمج، اللي الإنسان يحصل له مشكلة نقدر احنا نتعامل معها ونعالجها بشكل سليم. اختيار الإدمان والانتحار والاكتئاب هو واحدة من أسباب نجاح المؤتمر، بالذات لأن هي الأمراض الآن هي على القمة، واللي هي مؤثرة في قطاع كبير جدا من المرضى وعلى الأخص الشباب. يعني الإعلام منه عم بيساعدنا، صار إعلام موجه مادي دعايات، ما عاد في برامج توعية، برامج تسقيف. نحن بحاجة، بأمس الحاجة، لبرامج مثقفة عن موضوع العلاج النفسي وغيره. التوصية الأولى أنه لابد من مراجعة الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع العيان المكتئب، انه متبقاش المسألة ببساطة انه يكتب له دواء ويترك. التوصية الثانية ان احنا نعزز وننمي من قدرات المعالجين النفسانيين والاخصائيين الاجتماعيين. التوصية الثالثة انه يبقى في عندنا تصحيح للمفاهيم الخاطئة الكتير قوي اللي موجودة عند الناس عن الاكتئاب، علشان العيان ما يحجمش عن زيارة الطبيب النفسي أو طلب المساعدة النفسية. على مدار يومين يناقش هذا المؤتمر كل القضايا التي هي حديث الساعة بين الشباب، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تحفظ المجتمع آمن وصحي وسليم. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور. الحقيقة أنه الجميل في المؤتمر أنه في جنسيات عربية كتيرة قوي، شفنا من السودان وشفنا لبنان، لأنه يمكن إحنا مشاكلنا في الوطن العربي مشاكل متشابهة، والمكاشفة مهمة والمواجهة مهمة، العلاج أهم. لما يكون شاب بيعاني من اكتئاب أو حالة نفسية أو مرض نفسي وهو لسه صغير في السن ده، إزاي هيكمل مستقبل جاي؟ ونضمن منين إن هو ما يزيدش معاه الحالة وتتطور وتوصل لأي حاجة غير محببة له ولأسرته؟ انتظروني بعد الفاصل وهنناقش الموضوع ده.